ينضم إلينا محافظ إربد رضوان العتوم. أهلا وسهلا بك. بداية، لو تضعنا في صورة الحالة المحلية التي سجلت اليوم، سجلت في لواء الرمثة، وهل تم عزل المنطقة المخالطة للمصاب؟ شكرا أختي. حقيقة اليوم أحد المواطنين راجع مستشفى الملك المؤسس بشعوره يعني خلينا نقول انه مصاب بفيروس كورونا، يتوقع طبعا طلع مثبت وتم تحويله الى مستشفى الامير حمزه. حقيقه تم القيام بعده اجراءات، اولا فرق الاستقصاء الوبائي قامت باخذ اكثر من 50 عينه وما زالت تاخذ حتى هذه اللحظه لنفس اسرته. تم الحجر على 4 بيوت طبعا من اخوانه وعائلته، وهنالك توسع في اخذ العينات وما زالت يعني وستستمر، يعني بتوقع انه ياخذوا 100 حاله اليوم، هذا 100 عينه من المخالطين طبعا. ومتى ستصدر النتائج سيد رضوان؟ يعني انا اتوقع يعني يوم غدا، يعني اغلب شيء انه راح يطلع النتائج بعد يوم غدا، لكن احنا بنحكي عن عمليه مستمره. وطبعا بالنسبه الى البيوت محجور عليها ابدا يعني، وطبعا راح يكون عمليات تعقيم ورش يوم غدا ان شاء الله، تم الترتيب مع سلاح الهندسة الملكي، وتقوم مديرية صحة لواء الرمثة على أكمل وجه بالإجراءات بإشراف مديرة الصحة الدكتور إخلاص. حقيقة يعني الأمور الحمد لله يعني إن شاء الله أنها تكون محدودة وإن شاء الله العينات تطلع سلبية. طيب، فرقة تقصي الوبائي تتبعت مصدر العدوى، هل اتضحت الصورة؟ يعني ما هو مصدر العدوى سيد رضوان؟ مصدر العدوى هو حقيقة من حدود العمري، يعني من خلال خلينا نقول اتصاله بالمخالط للموجودين في منطقة الحجر. وحقيقة أنه كان يعمل على شحنة وتم ذهابها إلى السعودية، العودة خلط أحد القادمين من هنا. طيب، الشخص نفسه يعني أين يعمل؟ هل يعمل في داخل المحافظة، في خارج المحافظة؟ لا، هل يختلط بأناس من خارج المحافظة أيضا؟ لا، هو سائق شاحنة وهو موضوع بالأردن، بس باك تو باك بالحدود، فالظاهر انه صاب من هناك يعني. هو سائق شاحنه. نعم. اعتقد انه خالط سائق شاحنه. طيب، خالط؟ لا، هو اثناء الحدود هو سلم الشاحنه لشخص ذهب. طيب، ولكن لماذا لم يحجر عليه سيد رضوان اذا كان سائق شاحنه؟ سيد رضوان، هل تسمعني؟ نعم، هو ما دخل اراضي السعوديه، هو ظل بالحدود، ما دخل. نعم. إذن أصيب واكتشفت إصابته على الحدود. نعم. طيب، شكرا لك محافظ إربد رضوان العتوم على هذه المعلومات.